متى غبت يا إلهي؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. النصيب الأعظم من حبك يا إلهي هو حبي لوجهك الأعظم لإمام زماني، هذا هو النصيب الأعظم، هو حبي لحسين، هو حبي للزهراء، هو حبي لعلي. وآه يا حب علي الذي يعتلج في فؤادي، أهواك أهواك يا أمير المؤمنين، أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلذع. وأعظم نصيب حبنا لمحمد، إنه النصيب الأعظم الأعظم الأعظم.